كنا 7 أول يوم، بعدين شوي شوي صارت تكبر الدائرة لأنه كل الناس صاروا مهتمين بهيدي النقاشات. هلأ كبرنا من 7 لصرنا تقريباً ببعض الأحيان بين 500 و1000 شخص عم يحضر. هي بالأساس إجت مكان أصلاً في خيمة، هي اسمها المبادرة كان ساحة ومساحة. بلشت بثالث يوم الثورة لما كان الناس عندهم أسئلة كتير، وإنه بيعرفوا أنه أنا بشتغل بمجال السياسة وبكتب. عدنا كان معنا ميجافون اللي كنا عم نغني من خلاله، وعدنا بالمساحة هون بين الشجرات وصرنا نتناقش. وبعتقد الفكرة الأساسية هي كانت أنه نرجع السياسة للناس، أنه النقاش السياسي هو منه شيء أنا بخليه ليوم محدد، هو شيء كل يوم أنا لازم أعمله على قليلة ساعة من الوقت لحتى أفهم شو عم يصير وشو أفهم شو بدي أعمل أنا بالفترة القادمة. هلأ أنا أكلت كثير عيطات، كنت حاكل أكل شي 20,000 مرة، مش بس لأنه الحكي بالسياسة موضوع صعب، بس لأنه في بعض الأشياء الناس بيعتبروها مقدسة، إن كان بعض الزعامات السياسية، إن كان بعض الأمور اللي بيعتبروها عادات أو أمور دينية. الواحد لما يكون عم يحكي سياسة أوقات بده يتناوله وبده أوقات يكون نقدي لها، فالناس فجأة إنه عن شو عم تحكي. صرنا عاملين تقريباً 400 جلسة، وهلأ بآخر 50 يوم أو آخر 60 يوم آخر شهرين بالحجر كمان كنا عم نعمل الجلسات، بس انتقلنا أونلاين. يمكن على كثر ما أنا كنت أطلع بوجه الناس وكنت أعمل النقاشات، صارت علاقتي مع الناس مختلفة وصارت بالفعل سياسية، يعني كانت سياسية بالمعنى أنه أنا عم أشتغل يمكن سياسات عامة وعم حاول خطط وعم حاول أشتغل مع إدارات مختلفة وكمان كجزء من حزب سياسي، بس صرت عم أشتغل سياسي بالفعل. لأنه أنت شو عبارة السياسة؟ هي عبارة عن علاقاتك مع الناس وكيف عم تحاول تقول لهم أنه تعالوا نروح على مكان أحلى.